أما هلأ وابي مساحتنا الأخيرة رغم كل هذا التطور اللي عم نشهده ورغم كل السوشيال ميديا والآلات والمصانع والقوالب وكل هي التفاصيل، بس بقت الأعمال اليدوية هي شاهد على الماضي وهي إحياء للتراث السوري، ولكن صرنا نشوفه بنسبة كتير قليلة وخصوصا بعض الأعمال يعني بنقول إنه أوه راح. هلأ رشا خلينا نكون يعني شوي بصراحة أكثر. اليوم العالم والستات البيوت وأوقات في منهم عندهم مهن وأعمال خاصة فيهم، لكن الأعمال اليدوية فيها تكون حرفة ومهنة مصدر دخل وكمان فيها تكون هواية. وتقريبا بصباحنا عم نستقبل يوميا كثير من السيدات اللي عندهم أشغال يدوية بمنتهى الأناقة والجمال ويمكن الإتقان يلي عم نشوفه. دائما نحن بنحب إنه يبقوا موجودين، نحن قلنا إن هي شاهد على تاريخ من ماضي، من زمان كانوا أهل الأرياف يعني يقدموا الأكل بالطبق القش، اليوم صرنا نشوفه بس للزينة بقلب البيت محطوط إنه هو أوه يعني له زمان، هذا له آلاف السنين يمكن أو مئات السنين. اليوم رح نحكي عن صناعة القش، واليوم شو وين وصلت بالتطور رغم كل هذا التطور، هي هلأ بقت موجودة أو لا. ضيفتنا لليوم السيدة فايزة فيصل. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء خلينا نعرف ليش اخترتي القش قبل ما ندخل بتفاصيل الحلوة اللي عم نشوفها على طاولتنا اليوم. تسلمي لي، هذا من ذوقك. بصراحة يعني تراثنا نحن، أنا صارت عندي رسالة، شاركت بعدة معارض مع المرأة الريفية، ما شفت القصر، أنا كنت عم ضيف الحلو اللي أنا عم بشتغله بالصواني القديمة وهيك. كثير تأثرت للموضوع يعني بعد ما أني رجعت، قررت أنه فعلا أشتغل بالقصر والقمح أني يضلوا لتراثنا. كيف بلشتي فايزة لحتى نحن وصلنا لهذا الإتقان يلي عم نشوفه بهي القطع يلي هي نماذج من شغلك اللي واضح طبعا فيها حجم الفن يلي موجود والتعب والجهد بكل قطعة؟ هي يمكن هي روح التحدي. أنا أول ما بديت يعني مين علمك؟ خلينا نقول أول شغلي أمي الوالدة هي اللي علمتني، بس كانت طبعا شغلي بالأساس مش متقن يعني، بس يوم رجعت وبديت بالجرة كثير لقيت انتقادات يعني انه مش رح تطلع، انه لا الى قالب لا الى شيء نهائيا، في اخطاء كثير بالبدايه، لا كيف رح تطلع معكي، مش رح تطلع معكي. فسكرت الباب واشتغلت، ضليتني 5 شهور انه سكر الباب وفوت واطلع. هي الجرأة ما حدا شاف خمس شهور هيعود الزيتون حشوتها. يعني انت بدك تشتغلي قطعه مجوفه لازم تحمل القصل، ما بيحمل التجويف هذا. فايزة هي بداياتك اشتغلتي؟ هي اول ما بديت. يعني قديش الالوان منتظمه رشا اذا مبين عليك، قديش الالوان منتظمه واختيارها، ما يعني ما فينا نقول ابدا هذا الشغل مبتدئ يعني بهذا الاتقان اللي شفناه كبداية. انا مثلا وقت ما تعلمت من الوالده الله يرحمها علمتني الصينيه وعلمتني الطبق. نحن على ايامات جدودنا فش مثلا انك تكوني او مثلا تصممي شيء. انا حبيت اذا بديت اني ابدا شغلي مميزه، صح انه تواكب عصرنا اللي نحن فيه بس نحافظ وجيلنا يعني يتقبل، بدي يكون هذا التراث للجيل اللي جاي يعني نحن نقدمه بطريقه طبعاً عصريه ونحافظ على التراث الموجود. ايوه يعني انا بدي يعني نحن كلنا تعودنا على الطبق والصينية، انا يعني حبيت اني اقدم التراث بطريقه جديده يتواكب مع الشباب اللي اسا يعني انا بديت بالجره. يعني الجره كانت بعد ما خلصتها ودعيت الكل اللي انتقدوني كانت مفاجأة للكل. طيب خلينا نحكي اليوم شو الأدوات اللي بتستخدميها بصناعة أي شيء. اليوم عم نشوف هيك صواني صغيرة، في منهم ممكن نستخدمهم للحلو، ممكن صمديات مع جرة وجزطين، يعني حتى اليوم الصبية قادرة أنها تستفيد من القش بموديل الجزدان. خلينا نحكي على الادوات اللي معك. يعني مدور اللي معي مستطيل كمان رشا، انا بحب المستطيل. ما سالتيني شو بحب. بعرف ذوقك فرح. يعني نحن اول شغلي عندي لازم ازرع القمح بالاساس، انا بزرع القمح لانه نحن تعودنا انه الحصادات بتفوت مثلا كجو قريب تحصد كل القمح، بعدش انا بستفيد من السنبله، فاني بزرع القمح وباخذ السنبله اللي بدي استفيد منها.
وبرجع بضيف للالوان اللي انا بدي اياها، مثل هذا اللون الاحمر اخذته من الشمندر السكري. كيف تفتي على خلينا نحكي عن هي القطعه كمان فايزه، قديش اخذت منك وقت يعني، وامتى بلشتي انك تشتغلي هيك قطع يمكن للصبايا اللي هن كثير بيحبوا الموضه وبيحبوا أيوة. كل شيء مختلف وغريب، وهي القطعه يمكن ما كثير بنشوفها بالسوق، اذا بنقدر ناخذها لو سمحت. ما في منها نهائيا بالسوق، ما في منها، ما في، لا اكيد ما في منها. حتى القطبي هاي اللي مشغوله بالقمح، نحن تعودنا هاي القطبي، انا اشتغلتها قصلي هيك ورا قصلي، خليها تعطي اللون او تعطي الدائره، شكل الدائره، اشتغلتها بطريقه بيضاويه. قد اخذت منك وقت يعني كفكره انه كونها مش معموله، يعني عبين ما انا صممتها وطبقتها كثير اشتغلت لطلعت معي هيك. ما مليتي؟ يعني لا اكيد لا. قد ايه اليوم عندك هذا الخلق البال الطويل لحتى تقدري تقعدي بهدول الفترات طويله؟ قلتي هون شغله شوي هيك غريبه، او لانه نحن ما كثير بهذا المود، استخدمتي الشوندر السكري؟ يعني استخدمتيه كصبغه؟ نحن يعني الشمندر مثلا فتره الشتاء بنجيب الشمندر وبنغليه، أني أخذت المية الشمندر هاي ونقعت فيه قصل القمح، القصل القمح نظامي. حساس بس بده ياخذ معي وقت، يعني مثلا ضلتني فوق 20 يوم أني نقعتهم وارجع أغلي من الشمندر وحط، يعني بتاخذي مثلا شيء من الطبيعة بدك تحافظي على طبيعتها، يعني أنا ما بحط تبع 20 يوم بقلب مادة سائلة القصب ما بيصير له أي شيء؟ لا هلا في اسطوره قديمه او شيء انه هدول السنابل بيبعثوا الخير بالبيت، سمعاني انت بهي القصه؟ طبعا القمح بجيب الطاقه الايجابيه بالبيت. يعني بتنصحينا اليوم نستخدم هيك قصص بالبيوت؟ سمعاني انا بحس انه من كل اللي لسه ما استخدمت، ممكن بعد هاي الحلقه ارجع. لا سمعاني، لا كثير بيقولوا انه حطوا هذا القمح انه بيرمز لايام الفراعنه والخير وهدول القصص. لاحظت هذا الموضوع بس اني شاركت بمعرض القلعه، أني حاطة الجرة وحاطة فيها السنابل، ما كنت أني مشتغلة هاي الأفكار، فصار كل واحد يمر مثلا يقول لي بدي سنبلي، أنه هاي بتجيب البركة، هاي بتجيب الطاقة الإيجابية. عاد صرت بدي، صار عندي فضول بدي أطلع يعني أنه فعلا القمح بيجيب الطاقة الإيجابية بالبيت، هو خير يعني نحن بالأساس بكل بيت بالقرية عنا في القصب، مشان هيك يعني. بس يوم طلعت على المدينة انه الكل بدهن القمح، اجت ببالي الفكرة هاي انه ليش انا ما بعملها بشكل مثلا يقدر مش كل الناس تقدر تدفع. فكتير نعم القطعة، وكتير يمكن عاطية للرسالة او الهدف اللي الصبية اللي بدها تحطها ببيتها، ما في داعي يمكن هي تتكلف تجيب الجرة الكبيرة، بتقدر تجيب هي القطعة يعني هي بتحافظ مثلا انه حابة القمح بالبيت بس بطريقة وباسلوب جديد. حطيتها هيك بالكاسي كمان، انه فكرة يعني هي شكلها راقي وحلو. شفنا حاطة كرت كمان فايزة، حاطة هي اسم مشروع. هلا خلينا نقول انه هو صار مشروع منتج. طبعا الحمد لله كثير حلو، يعني بلش بموهبة صار مشروع منتج يمكن. يعني هي كفكرة أو رسالة بالنسبة لي، أني بدي التراث يكون وحابة أني دربه على مستوى المحافظات بشكل عام، خاصة أنه أني مثلا القمح، القش القمح بالتحديد ما في حدا عم يشتغله. يعني طلبوا منك شي صبايا أنك تعلميهم؟ في اسا أني بدي أعلم أول فئة، بدي أبدأ بقريتي، يعني أني أعلنت عن دورة بقريتي ورح أبدأ بصبايا بلدي، أما بمحافظة السويدة كثير في ناس طلبوا، بالشام نفس الشيء، بس هاي كله بده ترتيبات، يعني طيب. أني لازم أسس لهذا الموضوع أكيد، يعني اليوم هاي الخطوة كثير مهمة طبعاً. يعني جيل طبعاً. كامل أنت اليوم مسؤولي تقدمي له المعلومة والطريقة الصح. اليوم هيك بسؤال أخير، كيف عم يتم التسويق لهدول المنتجات إن كان محلياً أو عالمياً؟ عم شوف في حركة تسويق اليوم للمنتج القش بالأعمال اليدوية؟ يعني أنا مثلاً شفت ناس كثير حبوا الفكرة، حبت الهدية تكون مثلا انه من القش القمح. اشتغلت كثير لمطاعم برا هاي القطع، مثلا اسم المطعم جزادين كمان اشتغلت لبرا. هي يعني مثلا كتسويق عنا مش هذاك التسويق اللي يجيب افادته وهذيك الافاده يعني، بس انا الرساله الاولى والاخيره برجع بقولها انه التراث لازم يضل، التراث لازم يضل يعني لجيلنا والجيل اللي جاي، خاصة أنه نحن عم نضيف له. يعني دكتور بالجامعة طلب مني صورة تطبيق كمبيوتر مطابق مع التراث
أنا طبقت له صورة الكمبيوتر الهندسية على كسل القمح، يعني حتى هو استغرب إنه كثير فيها، يعني مستحيل تطبق أشكال هندسية. هي بحر الدائرة بالنهاية. طبعاً طبعاً، بس اللي قادر عنده قادر تغيري وقادر تضيفي، اللي عنده رغبة واللي عنده مثلاً إصرار إنه يوصل أكيد رح يطلع معه كل شيء. وبالنهاية كمان عم نشوف ذوقك وروحك بكل قطعة فايزة، وفعلاً نحن نتمنى يكون هذا التراث بعده باقي، تقدري تعلميه فعلاً. يوم شيوخ كار للأسف يمكن ما علموا، ويمكن سافروا، يمكن تركوا المهنة، اندثرت وماتت وما حدا كمل فيها. فنحن كثير مبسوطين إنك كنتي معنا لليوم. تحيتنا لك الأهالينا بأسويدا، وبدي أتمنى لك كل التوفيق بهذا المشروع. بس بحب كلمة أخيرة إني أشكر محافظتي ووزارة السياحة وسياحة محافظة السويدة لدعمنا إنه نوصل الفكرة ها ونشارك بمعارض برات المحافظة. وتشرفت إن شاء الله أكيد. إن شاء الله هيك الأيام جاية وبتقدري تحققي كل إن شاء الله يا رب أكيد وتشوفي على الواقع. تسلمي لي، تحياتنا لكم أكيد، كلك صباحك. شكرا لك.